أهلا بكم أعزائي المشاهدين، ونلتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي. منذ سنوات وعشرات الآلاف من الخريجين من خريجي الكليات وخريجات الكليات العراقية والكفاءات العراقية يتظاهرون في كل ساحة التظاهر في كل المدن العراقية، مطالبين بحقوقهم في إيجاد فرص عمل تتناسب مع تحصيلهم العلمي واختصاصاتهم. فيما تواجههم القوات الحكومية في كل هذه الساحات بالقمع والتنكيل ومحاولات التيئيس وربما القتل، وحدث هذا كثيرا. ونتذكر جميعا أن ثورة إحدى شرارات ثورة تشرين، ثورة الشباب تشرين المباركة في تشرين أول عام 2019 عندما انطلقت، كانت هي إحدى الشرارات هذه. قضية الخريجين كانوا قد تظاهروا قبل يعني خروج ثورة تشرين في 21 أول 2019، وكانوا يتظاهرون أمام وزارة التعليم العالي وأمام مجلس الوزراء. واجهتهم القوات الحكومية بخراطيم المياه الحارة وربما حتى بعمليات دهس من قبل ميليشيات كانوا قد سخروها لهذا الغرض. فكانت إهانة كبيرة للشهادة وللتحصيل العلمي ولأبناء بلد يحاولون أن يجدوا فرصة للعيش وفرصة لممارسة اختصاصاتهم وللاستفادة من الشهادات العليا التي حصلوا عليها. الحديث عن ثورة الخريجين الحقيقة أو عن المقاربة بين الحصول على الشهادة الجماعية والانضمام إلى طوابير العاطلين عن العمل هو حديث يعني ذو شجون، حديث مؤلم في عراق العشوائية والفوضى والارتجالية. غياب التخطيط عن العراق منذ عام 2003 لحد الآن وعدم رصد حركة العمل ومتطلباتها من المؤسسات التعليمية قد سمح في تزايد أعداد الكليات، تزايد مريب لعدد الجامعات والكليات الحكومية والأهلية. في عام 2018 آخر إحصائية يعني منشورة حول عدد الجامعات تحدث عن 35 جامعة عراقية حكومية، 35 جامعة عراقية حكومية في عام 2018 نتحدث، وهناك أيضا تضاف إليها 15 جامعة أخرى في المحافظات الثلاث الشمالية أربيل ودهوك وسليمانية. إذن هناك 50 جامعة تابعة للحكومة، بغض النظر أن تكون يعني في الشمال لها قياسات أخرى، إضافة إلى أكثر من 50 جامعة وأكاديمية أهلية. وهذه طبعا الجامعات والأكاديميات الأهلية هذه يعني ليس لها علاقة بالتعليم بقدر ما لها علاقة بالمشاريع التجارية ومشاريع الربحية، قضية استثمار في المال ويعني أجور الدراسة في الجامعات هذه وفي المعاهد هذه الأهلية أجور ربما خيالية في العراق. فبالتالي لدينا أكثر من ربما إضافة طبعا إلى هذه الجامعات، هناك جامعات وأكاديميات تابعة لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية وللوقف السني والوقف الشيعي، أيضا هناك جامعات تابعة لهم. هذه كلها خلينا يعني بالإحصائية نصل إلى عدد ربما أكثر من 120 جامعة بين حكومية وأهلية في العراق. هذه الجامعات تخرج سنويا على الأقل في الحد الأدنى، يعني إذا ما ردنا بالحسابات الحد الأدنى تدفع إلى سوق العمل نحو 350 ألف خريج كلية ومعهد. هؤلاء 350 ألف من العراقيين سنويا يدفعون إلى سوق العمل سنويا 80%، أكثر من 80% إلى 85% هم يعني يذهبون إلى طوابير العاطلين عن العمل، والنسبة الباقية 15% و 17% وربما حتى 20% هؤلاء يحصلون على وظائف ليس في اختصاصهم، يعني يعينون من قبل أحزاب وقوى ويدفعون الرشاوي للتعيين في دوائر معينة لا يعملون في اختصاصهم ولا يمارسون أي وظيفة. بالتالي هم أيضا ضمن العاطلين عن العمل لكن تحت مسمى البطالة المقنعة. فبالتالي كل الخريجين من الكليات العراقية هم في طوابير العاطلين عن العمل للأسف الشديد. يكفي أن يعني نورد رقم واحد ربما يوضح هذه الصورة. في ذي قار قبل مدة
وزارة التربية أو المديرية العامة للتربية هناك قالت أنه لدي 3750 درجة وظيفية كمعلمين ومدرسين، عدد المتقدمين لها من خريجي الجامعات والمعاهد التربوية فقط 65,000 متقدم، 65,000 للحصول على وظائف تقدر 3750 وظيفة كمعلمين ومدرسين، هذه فقط في القطاع التربوي، هؤلاء الخريجين من المعاهد التربوية، الجامعات والمعاهد التربوية فقط 65,000. فلاحظ العدد الكلي في العراق عندما يعني تتذكر المهندسين والصيادلة وغيره والكثير كثير من الخريجين، خريجي اللغات وغيرها والاجتماع والتاريخ، ستجد أن عددا كبيرا وهائلا من الخريجين. طبعا هذا كله يجعل الطلبة يدركون وخاصة في السنوات الأخيرة من دراستهم بالجامعات، يدركون أنهم سينضمون إلى طوابير العمل، وهذا يخلق عندهم حالة من الكآبة، حالة من اليأس، لأنهم يعرفون بقدر ما يكونون فرحانين وأهلهم يعني ينتظرون حصولهم على شهاداتهم الجامعية، لكن هذه الفرحة تختفي بمجرد أن يحصلوا على الشهادة، لأنهم يعرفون أنهم سيذهبون إلى طوابير العاطلين عن العمل. هذه مقاربة أو يعني غريبة عجيبة، أن تحصل على شهادة لكي تذهب إلى الفراغ، إلى البحث عن فراغ، يعني تفقد فعاليتك وقدرتك على التأثير وعلى الإنجاز، إنجاز أي شيء، وتظهر عليك علامات اليأس، وهذه قد تقود الكثير من الشباب إلى الانتحار، إلى الهجرة، إلى كل شيء، إلى المخدرات، إلى قضايا كثيرة. كثير من الخريجين الآن قصصهم عندما تسمعها تجده أنهم مهندسين ويعملون في بسطات في الشوارع لبيع السجائر والموز والخضروات، الكثير من عندهم، وهذه طبعا نتحدث عن الرجال، أما الخريجات من البنات فحدث ولا حرج، الغالبية العظمى 95% من الخريجات هن في البيوت، فبالتالي نحن لدينا طوابير هائلة. عندما تعد كل هذه السنوات تجد هذه الأعداد الغفيرة من الخريجين، هذه مصيبة للحد اللي صارت الشهادة موضع تندر في المجتمع العراقي مع الأسف الشديد، لأنها لا تعطي شيئا. كل الدول يعني تحث نفسها تعمل على أن تخطط لخمسين سنة ربما أو مئة سنة قادمة، تحسب حساباتها، لديها خطط تنموية، تعرف ماذا تحتاج وما هي الأقسام التي تفتحها وما هي الجامعات التي تفتحها وكيف تستفيد من الخريجين لتطور نفسها وتطور حاضر. إلا في العراق، في العراق ليس هناك إلا صناعة لليأس وصناعة للفوضى والخراب وإغلاق آفاق الحاضر والمستقبل مع الأسف الشديد. مجاميع الخريجين من العراق مئات الآلاف بل ملايين الآن هم في عداد العاطلين عن العمل. هذا البلد معطل لأنه لا يستفيد من خريجي، لا يستفيد من خبراته، لا يستفيد ممن يدرسون ويحصلون على شهادات عليا مع الأسف الشديد. أترككم بخير وألتقيكم في حلقة قادمة إن شاء الله.